وسيدنا علي يصبح عمك والحسن والحسين يصبحوا خالتك، ففرح هو يعني شوك اطفال. كيفاش ان شاء الله بهذه المناسبه نحييوها، هي مناسبه على امتنا ونسبة السيد مولد النبوي الشريف. مرحبا بكم معنا بالمناسبة من أساتذة الأفاضل ويعني الحضور والأولياء أيضا. طبعا اليوم إن شاء الله هو افتتاح برنامج الفضاء الثقافي لمدرسة دروس الأجر والنجاح اللي هو يعتبر إضافة. طبعا بدون أن أطيل عليكم لأني في يوم الافتتاح قمت بشرح هذا البرنامج. حسب هادو تلقاه مثلا عنده الفصاحة يتحدث بلغة يعني صحيحة، تلميذ الفصيح نحسب هادو عنده يثري الإجابة. أساتذة لا يبخسون هم حقهم. والسلام عليكم ورحمة الله. يقول كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي، أي عندما نزل عليه جبريل عليه السلام. ابنها وهو ابن صفر وش اسمه؟ نعرف من هي أم إبراهيم ولد الرسول صلى الله عليه وسلم. أمه وش اسمها؟ كانت تلاميذ مستوى النهائي أو البكالوريا الدرج الأول أدبي والدرج الثاني علمي. بعد تقييم الإجابات للأسئلة الخمسة السابقة تبين بأن هناك تعادل بين الزوجين، إجابتين صحيحتين لكل منهما وثلاث إجابات خاطئة. إذن نحن لجنة التحكيم اضطرت إلى اعتماد أسلوب أو سؤال آخر ترجيحي يحكم بينهما، ولهذا نحن اخترنا سؤالين وعلى كل فوج يختار سؤال يسحب سؤال دون أن ينظر إلى الإجابة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذه اللحظات نحن نعيش فهذه الفقرة من فقرة برنامج مسجد الفردوس بحيود القباء، فقرة المسابقة الثقافية اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم التي ترفع للتلاميذ المنتسبين لمشروع دروس الأجر والنجاح بمسجد الفردوس بالتنسيق مع جمعية أبناء النبا الثقافية. هذه الفقرة هي طبعا إضافة إلى الفقرات التي رفعها المسجد في هذا الشهر المبارك، شهر ربيع الأول، شهر ربيع الأنوار، شهر نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نحن نعيش هذا الجو الاحتفائي وهذا الجو الاحتفالي في هذا اليوم المشهود يوم 12 من ربيع الأول. في هذه اللحظات أبناؤنا وبناتنا من التلاميذ والطلبة هم مع حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسابقة الثقافية التي من خلالها سيعرفون الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشجيعا لهم وربطا لقلوبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وغرسا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم وتثقيفهم بما وجب عليهم تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة في لحظات الافتتاح عشنا تلك الأجواء المميزة وتلك الأجواء المباركة في هذا اليوم المشهود يوم السبت 12 من ربيع الأول، هذا اليوم الماتع، هذا اليوم الممطر، ونحن نعيش مع الأولياء والتلاميذ والأساتذة الذين بالمناسبة أحييهم، كذلك شباب جمعية أبناء النبا الثقافية الذين أحييهم بالمناسبة، شباب مسجد الفردوس الذين أحييهم بالمناسبة، قناة أنيس الفضائية التي كذلك أحييها بالمناسبة. هكذا يكون الخير مثمرا، وهكذا يكون الخير مشعا، وهكذا يكون الخير هادفا إن تشارك فيه الكل، إن رفعه الكل، إن دافع على لوائه الكل. فهذه الصورة الجمالية أسأل الله تعالى أن يديمها، أسأل الله تعالى التوفيق والسداد لأبنائنا وبناتنا في مسابقتهم الثقافية. إن شاء الله تعالى ينهون هذا اليوم نهاية سارة مثمرة. بارك الله في الجميع.